سوف أعطيكم في هذا الفيديو تمرين بسيط للتخلص من القلق والضغط النفسي، والنتيجة ستصدمكم جميعا. سنبدأ الآن رحلتنا من هذه الدبابة. ستعرفون العلاج في الرحلة. أولا يجب على الإنسان أن يعرف الأسباب الأساسية لضغطه النفسي ولتغيراته العاطفية كالقلق وغيرها، تأتي بسبب وجوده في أماكن بدورها مثيرة للقلق والضغط النفسي. ما الذي نعنيه هنا بالضغط النفسي أحبتي الكرام؟ الضغط النفسي آتي من كلمة ضغوط، والضغوط تأتي من الأشياء المضغوطة، أو لنقل على سبيل المثال مكان مضغوط. فأنت حقاً تحتاج على الأقل مرة في الأسبوع أن تخرج بأقدامك أو بدراجتك لمكان في الطبيعة. من المهم جدا أن تقوم بشيء كهذا. عدا ذلك ستظل في ضغوطك المألوفة وأجوائك المألوفة. لماذا أقول هذا الكلام؟ الإنسان في نهاية المطاف موجود من 5 عناصر: ماء، نار، هواء، تراب، وعنصره الروحي هو الكون أو الوجود. مشكلة الإنسان اليوم هي أنه لا يتحد بعناصره الطبيعية هذه، يعيش ببساطة في حالة من العيش بين الجدران، العيش في غرفة، العيش فقط في المدينة، العيش فقط في الماتريكس التي صمموها لنا، وبدون أن نكتشف الطبيعة التي نحن منها أتينا. هنا أنجبتك أمك الأولى، هنا في الطبيعة، لأنك أنت موجود فيها. لاحظوا حتى الحيوانات التي تربونها ستحاول أن تجد فرصة لتهرب من بيوت مربيها إن وجدوا الفرصة، سوى في فترات الإنجاب أو فترات التوالد أو غيرها، يحنون إلى الطبيعة. ها هو مكان الطيور والحيوانات. البشر أيضا هذا هو مكانهم. لكن اليوم نظرا للحياة المألوفة التي تعيشها البشرية، نظرا لوجود الأنظمة الاجتماعية، أصبح الإنسان مربوطا بمكتبه في العمل، ومربوطا بمنزله، مربوطا بكل هذه الأشكال من الحياة، بعيدا كل البعد عن الطبيعة التي يجب أن يكون فيها. الطبيعة ستلاحظ شيء بغض النظر إن كنت روحانيا ماديا أيا ما كنت، ستلاحظ سكينتك في داخل الطبيعة، ستلاحظ سكونك وراحتك في داخل جوهر هذه الطبيعة. نحن الآن دخلنا في شارع ضيق. أوكي، لنتوقف قليلا. الشارج لا يزال، الشحن 35. ضربت يداي هنا بشجرة شوكية، الشوك علق في يداي. انظروا حلاوة الطبيعة كيف تعطيك تجارب مثل هذه. anyway سأزيله فيما بعد. المهم، فالطبيعة أحبتي الكرام، هذه هي الطبيعة، تحتك بها، تضربها، تنغمس فيها، تنغمس فيك، تلعب معها، تلعب معك. هذا هو أصل الطبيعة. هنا يجب أن يتواجد الإنسان، وهنا يجب عليه أن يتفاعل مع عناصره الأربعة. يتواجد فيها غذاؤك، راحتك النفسية، يتواجد فيها ماءك، يتواجد فيها هوائك النقي. لو لاحظتم أنا أتحدث معكم عن عناصر الطبيعة التي هي أساس وجودكم، لا أتحدث معكم عن شيء خارج هذا النطاق. فإن لم تكتشفوا هذا فسيصعب عليكم حقا التخلص من الضغوطات. كيف تود الحرية الروحية والحرية الداخلية وأنت بين 4 جدران؟ عجبني. كيف لا يمكنك أنت تضغط على نفسك وعلى روحك وعلى كذا ثم تود الراحة النفسية في نهاية المطاف؟ لننزل رأسنا. بمجرد أن على الأقل أقولها لكم، أعلم أن الجميع يكون مشغولا بعدة أشياء في
الحياة اليومية هذه التي نحن نعيش فيها، لكن على الأقل ممر ضيق لكن على الأقل عليك أن تتخذ لنفسك فترة تجلس فيها في مكان كهذا، تخرج فيها هكذا في وسط الطبيعة الخام، في وسط هذا الجوهر الجميل الذي تراه، ادخل وعش التجربة. هذا ما يجب أن تدركوه أحبتي الكرام. الإنسان اليوم لا يعيش حياته مثل ما يجب أن تكون. الإنسان اليوم مقيد روحيا جسديا ماديا وفكريا، ولهذا إن لم يتحرر بشكل حرفي من قيود نفسه وقيود ذاته وقيود جسده، لن يتمكن البتة من إيجاد سعادته التي لطالما هو ينتظرها أو يحلم بها. فالطبيعة ثم الطبيعة ثم الطبيعة، أقولها لكم هنا في صحيح العبارة. ستلاحظون بعد عودتكم في الطبيعة ولو ليوم واحد في الأسبوع، ستلاحظون أن عودتك إلى المنزل عدت فريش. هذا أبسط ما يمكنك أن تشعر به، أنك عدت فريش. انظروا إلى الجمال، ستتعرفون على شيء جميل. اجلس بجانب الطبيعة، لا بأس أن تحضر غداءك عشاءك هنا وتأكل، علمت، أو تحضر خيمة وتجلس، أو غيرها من أي شيء يمكنك أن تخترعه وتمارسه في الطبيعة. الطبيعة أحبتي الكرام جوهر سر وجودكم، الطبيعة مصدر سعادتكم، الطبيعة أصلكم الخام. إن لم تكتشفوا هذه الطبيعة فلن تستطيعوا أن تكتشفوا أي شيء. كيف يمكنك أن تصل إلى التنور وأنت بعيد عن جمال الحياة وتنورها؟ هذا انظر إلى الأشجار كيف تتعانق، انظروا إلى الطيور كيف ترقص في الهواء. مشكلة الإنسان يظن أن الطيور تطير، هي لا تطير، هي ترقص في الحقيقة. انظروا إلى النحل من الداخل، لا أدري إن كنتم ترونه أم لا. انظروا سمفونية التناغم في هذا العالم. تود أن تتخلص مما أنت فيه في البداية، عليك الذهاب إلى الطبيعة. هذا ما يجب أن تبدأه، هذا ما يجب أن تمارسه، هذا ما يجب عليك أن تتخذه كخطوة. دخلت الآن من فتحة أخرى، أود منكم أن تتبصروا، انظروا حتى لأعينكم كيف ترتاح بوجود الطبيعة. الأشواك نجونا منها بأعجوبة. أوكي، هنالك مدخل هنا لنأتي ونتكشف فيه. انظروا إلى حتى صوت الهدوء وصوت الفراغ، صوت الراحة الذاتية والداخلية. انظروا إلى الطحالب، يجب أن نتوقف هنا. أوبس، انظروا إلى الطحالب. الطبيعة لديها ما تحكيه لكم. مشكلة الإنسان أنه لم يعد يسمع منذ زمن بعيد، قلتها من السابق. انظر إلى الشجرة هناك كيف منعزلة، يجب أن أدخل إليها صراحة. انظر إلى الشجرة كيف هذه منعزلة هنا. انظر، تخيلوا معي، مخصصة فقط لي، تقول تعالوا تأملوا تحتي. انظر، انظر، يعني بمجرد أن تأتي إلى هنا محيطة بك، دائرة مغلقة محيطة بك. وضعت لهم الدراجة في منتصف الطريق، سأعيد لكم الشكل الآن من هنا. انظروا الشكل، هذه الشجرة يجب أن يجلس الواحد تحت منها الآن للتأمل. هذه هي الطبيعة أحبتي الكرام.